في عوامل خطر كتير وأسباب قد تؤدي لتراكم البلاك أو اللويحات داخل الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار أو السيء ال LDL اللي قد تكون نتيجة لعدة عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بالسكري، السمنة، التدخين، المشروبات الكحولية، عدم الحركة أو قلة الحركة ومقاومة الإنسولين، وأيضا الفرط في تناول الوجبات السريعة وتناول الزيوت النباتية المهدرجة. فدي كلها في النهاية العوامل دي قد تؤدي للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، وإحنا طبعا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. علشان كده لابد من تغيير اللايف ستايل، نمط الحياة. والحسن الحظ أعرفكم في حلقة النهاردة أفضل وأقوى الفيتامينات الطبيعية اللي قد تصنع العجب وتساعد بشكل نهائي في التخلص من الكوليسترول الضار أو السيء وإزالة البلاك تماما، بس بشرط تناوله بالطريقة دي. فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد إذنكم ركزوا معايا جدا جدا، لأنها تكون حلقة مهمة قوي ومفيدة. والكوليسترول مش سيء زي ما احنا متخيلين، في منه النافع او الجيد ال HDL وفي منه الضار او السيء ال LDL. بالعكس الكوليسترول مهم وضروري لجسمنا علشان يعمل بشكل صحيح، فهو ضروري لبناء أغشية الخلايا، انتاج اهم الهرمونات وتصنيع فيتامين د. تعرف ان الكوليسترول مهم جدا وضروري لدرجة ان الكبد بينتج منه يوميا بما يقارب 1000 ميلي جرام، ومع ذلك لما يكون كده في فائض او زياده من الكوليسترول تحديدا الضار او السيء ال LDL قد يبدا بالتراكم في الاوعيه الدمويه، مما قد يؤدي لتكوين البلاك او اللويحات داخل الشرايين. ومع مرور الوقت قد يؤدي تراكم البلاك او اللويحات داخل الشرايين الى التضييق او انسداد الشرايين، مما قد يزيد خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه ومشاكل القلب وحدوث السكتات الدماغيه. ولكن لحسن الحظ في فيتامينات قوية جدا طبيعية بتعكس كل ده. رقم واحد فيتامين سي، المعروف بخصائصه انه مضاد الاكسدة قوي جدا، ولذلك بيساعد في منع اكسدة الكوليسترول الضار او السيء ال LDL، لان في حالة تأكسد الكوليسترول الضار هيصبح اكثر شراسة واكثر خطورة، هو اصلا لوحده بيسبب مشاكل، فبالك بقى لما بيحصل اكسدة للكوليسترول ده هيصبح اكثر شراسة، هيلتصق بجدران الاوعية الدموية وقد يساهم في تكوين الترسبات الدهنية اللي قد تزيد من خطر الاصابة وامراض القلب والاوعية الدموية. ولكن من خلال تناول فيتامين سي بيساعد في تحييد الجذور الحرة اللي هي الفري راديكال وبيقلل من اضرار الاجهاد التأكسدي. فبالطريقة دي مع تناول فيتامين سي تحديدا بيحافظ بشكل كبير على نسبة او مستويات الكوليسترول الضار ال LDL انه يكون في الدم تحت السيطرة، ومع ذلك ان الجسم ما بيقدرش على انتاج فيتامين سي، ولذلك احنا المفروض نحصل عليه من النظام الغذائي. هو غني جدا في الفواكه الحمضية زي الليمون، البرتقال، الجريب فروت، وايضا موجود في الجوافة والفراولة، وكمان موجود في الفلفل الحلو، او ايضا ممكن تناوله في صورة مكملات غذائية. بالاضافة الى ذلك ان فيتامين سي بيلعب دور عظيم ودور حاسم جدا في انتاج الكولاجين. الكولاجين ده عبارة عن بروتين بيساعد في الحفاظ على سلامة ومرونة الاوعية الدموية، فالاوعية الدموية الصحية والمرنة بتكون اقل عرضة للتلف وتراكم البلاك او اللويحات داخل الشرايين. فبدون فيتامين سي الجسم مش هيقدر على انتاج الكولاجين. رقم 2 فيتامين بي 3 وفيتامين بي 5، فيتامين بي 3 وفيتامين بي 5. بالنسبة لفيتامين بي 3 المعروف باسم النياسين، مهم جدا وضروري، بيساعد على ارتفاع وزيادة مستويات الكوليسترول النافع او الجيد ال HDL، ولذلك بيساعد على ازالة الكوليسترول الضار من الدم. ايضا فيتامين بي 3 بيقلل بدرجات كبيرة من مستويات ال LDL الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، ولذلك بيحافظ على صحة الشرايين والقلب والاوعية الدموية. طيب فيتامين بي 3 غني جدا فين؟ في الاطعمة، في اللحوم خالية من الدهون والفراخ والاسماك والفول السوداني، وايضا موجود في الفطر او المشروم. مع العلم ان استخدام فيتامين بي 3 من سنين لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، هو بيعتبر من اقدم المكملات الغذائيه لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. مع العلم لما تيجي تستهلك فيتامين بي 3 في صوره مكملات غذائيه في الاول كده هتحس في شويه فلاشنج، شويه احمرار في الجسم، ولكن ما تقلقش تماما، اعرف ان هو كده شغال بشكل صحيح وبصوره فعاله، مع العلم ان هو ده بيعتبر اول دواء او اول مكمل غذائي تمت الموافقه عليه من قبل هيئه الغذاء والدواء الامريكيه ال FDA لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم. اما فيتامين بي 5 المعروف باسم حمض البنتوثينيك، ده بيساعد على تنظيم انتاج الجسم من الكوليسترول، ولذا بيضمن حصولنا على ما يكفي من اجل صحه جيده بدون مخاطر مرتبطه بارتفاع
مستويات الكوليسترول في الدم. طب ايه هي افضل المصادر الغذائيه؟ غني جدا في الكبده، البيض، اللحوم، والافوكادو، والفطر، وايضا البروكلي. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيدوا من كل فيديوهاتي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل، وتشاروا الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه اول مره بتشوفني في القناه، اهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامه الاشتراك او السبسكرايب، اضغط عليها، هتلاقي كده جنبها علامه الجرس او زر التنبيهات، اضغط علامه الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بقدمها اول باول. والسؤال هنا، هي ايه الكميه اللي بنحتاجها من الفيتامينات تحديدا علشان نحصل على افضل فوائدها؟ طبعا الكميه بتختلف حسب الموصل اليومي، على حسب العمر او النوع سواء كان راجل او ست، ولكن بوجه عام على البالغين من حيث جرعه فيتامين سي للرجال بتكون 90 ملي جرام يوميا، اما بالنسبه للسيدات بتكون 75 ملي جرام يوميا، اما بالنسبه للاشخاص المدخنين بتكون اضافه او زياده 35 ملي جرام على حسب الجرعه اللي احنا قلناها. اما من حيث فيتامين بي 3 النياسين بيكون تحديدا للرجال 16 ملي جرام، للسيدات بيكون 14 ملي جرام يوميا. اما من حيث فيتامين بي 5 فيتامين بي 5 بيكون تقريبا للكبار 5 ملي جرام. وافضل طريقه للحصول على جرعتك اليوميه من الفيتامينات والمعادن هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن يكون غني جدا بالمغذيات، وتحديدا مع وجود مجموعه متنوعه من الفواكه الملونه والخضروات الطازه، الحبوب الكامله، والبروتينات خاليه من الدهون والدهون الصحيه في وجباتك. على وجه عام التنوع في الالوان في نظامك الغذائي ده بيكون مهم جدا ومفيد وضروري لصحه القلب والشرايين والاوعيه الدمويه، لانه بيكون غني جدا ومحمل باهم الفيتامينات والمعادن والعناصر الاساسيه واقوى مضادات الاكسده. ولتحسين مستويات الكوليسترول النافع او الجيد ال HDL، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار او السيء ال LDL، وتقليل خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه، لابد من لايف ستايل، نمط حياه صحي ومناسب. اما بقى اهم النصايح اللي لازم تلتزم بيها ضروري جدا للحفاظ على صحه الشرايين صحيه وسليمه، تقلل من الكوليسترول الضار وتعلي من الكوليسترول الجيد، وتقلل من خطر اصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه وتراكم البلاك. اول حاجه لازم تلتزم انك تتبع نظام غذائي صحي متوازن غني جدا بالفواكه الملونه والخضروات الطازه، الحبوب الكامله، والبروتينات خاليه من الدهون والدهون الصحيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحد من استهلاك الدهون المشبعه والدهون المتحوله، لانها دي كلها عوامل قد تزيد من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار او السيء اللي قد يؤدي في النهايه لحدوث اجراءات والسكتات الدماغيه. رقم ثلاثه ودي مهمه جدا، ممارسه التمارين الرياضيه بانتظام زي المشي، الجري، تمارين الكارديو، السباحه، ايا كان. انت اصلا لو اتمشيت كده يوميا من 20 ل 30 دقيقه ده مهم جدا ومناسب، يعني كده على الاقل في الاسبوع فيما لا يقل من 150 ل 180 دقيقه، لان مع التقدم في السن بيقل عمل نشاط الدوره الدمويه، بتزيد لزوجه الدم، وكمان بيقل حركه تدفق الدم، ولكن مع ممارسة التمارين الرياضية بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، بتحسن الدورة الدموية، بتقلل من لزوجة الدم، وبتساعد على زيادة تدفق الدم بحرية. الرياضة مش بس بتعمل كده، ده كمان بتقلل مستويات الكوليسترول الضار أو السيء، بتعلي من مستويات الكوليسترول النافع، وطبعا دي كلها عوامل مهمة وضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية. رقم أربعة، الحد من استهلاك السكريات والحلويات والسكر الصريح والمشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه والعصائر المعلبه، لانها دي كلها اطعمه او مشروبات بترفع مستويات السكر في الدم اللي قد تزيد من خطر الاصابه بالسكري، لان مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ده بيزيد الالتهاب في الجسم اللي قد يؤثر بالسلب على صحه وسلامه الاوعيه الدمويه، بالاضافه الى ذلك ان مع ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يسبب خشونه للجدار الداخلي المبطن للشرايين وابرزهم الشريان التاجي. رقم خمسة، الاقلاع عن التدخين ووقف تناول المشروبات الكحوليه، لان كلاهما بيقللوا من مستويات الكوليسترول الجيد، بيعلوا من مستويات الكوليسترول الضار او السيء، كمان بيزيدوا من التهابات في الجسم اللي قد يزيد من خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه، وفي النهايه بالوفاه. ده مش بس كده، المشروبات الكحوليه لوحدها بتزود مستويات الدهون الثلاثيه، بالاضافه الى ذلك ان اصلا التدخين لوحده بيسبب عده عوامل، بيسبب تقلص في الاوعيه الدمويه الطرفيه والشرايين، بيزود من لزوجه الدم، وايضا بيزيد من عوامل الاكسده، وطبعا دي كلها عوامل قد تزيد من خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه وتسبب حدوث
الجلطات. رقم 6، التغلب والحد من التوتر والقلق والضغوط العصبية والنفسية من خلال اتباع تقنيات التأمل والتنفس العميق، لأنها دي كلها تقنيات وتمارين بتساعد على الاسترخاء تماما، لأن مع التوتر المزمن ده بيزيد مستويات هرمون الكورتيزول اللي قد يزيد مستويات الالتهاب في الجسم، اللي قد يزيد أيضا من مستويات الكوليسترول الضار، اللي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. رقم 7، الحفاظ على وزن مثالي، لأن السمنة المفرطة وزيادة الوزن لا يقل خطورة عن الضغط والسكري، لأنه بيسبب ارتفاع مستويات أو نسبة الدهون المخزنة في الجسم وترسيب الدهون الثلاثية والكوليسترول على جدران الشرايين، مما قد يسبب انسدادها وضيق في الشرايين. أيضا السمنة المفرطة أو زيادة الوزن بتسبب زيادة لزوجة الدم، وطبعا دي كلها عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بحدوث الجلطات الدموية بسبب تراكم البلاك أو اللويحات. رقم 8 والأخيرة، حاول بانتظام عمل الفحوصات وراقب مستويات الكوليسترول في الدم، مع العلم ان التغييرات البسيطة دي قد تؤدي لتأثير صحي كبير وإيجابي على صحتك مع مرور الوقت. وفي النهاية بتمنى من كل قلب لحضراتكم حياة صحية خالية من أي أمراض ومشاكل صحية. Be happy and healthy. بس كده كنا وصلت لحد نهاية الحلقة، أتمنى من كل قلب لحضراتكم الصحة والسلامة. لو استفدتوا من الحلقة دي ومهتمين بمواضيع تانية كتير، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو كان عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات بخصوص الحلقة دي ولا حلقات قبل كده قديمة فاتت، اكتبوا لي كل أسئلتكم تحت في التعليقات، وأنا أكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على أسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم، وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.